الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: سألت أبي عن قول الله تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال: هم الأئمة بعدي، علي وسبطاي وتسعة من صلب الحسين، هم رجال الأعراف، لا يدخل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه. لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم.